معروف بالخضرة التي تكسوه، وبالاستطاعة قطع المسافة من مركز المحافظة أي مدينة أردبيل إلى السفوح الخضراء لجبل سبلان ب45 دقيقة. مناظر الطبيعة خلابة وتفوق الخيال وتزيدنا عزما وإصرارا لاكتشاف المزيد فالمزيد. سبلان يلعب دورا رئيسيا في مناخ المنطقة عامة والمدينة خاصة، ويضفي جمالا نادرا عليها. لقد ورد في بحار الأنوار في القسم الذي يتحدث عن الأماكن والمدن والمناطق المختلفة حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله حينما كان يتحدث في مسجد المدينة وهو يقول للمستمعين: من قال كلمة لا إله إلا الله فسوف يحصل على الأجر والثواب بعدد حبات الثلج التي تتساقط على قمة جبل سبلان. وعندها سئل النبي صلى الله عليه وآله: أين جبل سبلان يا رسول الله؟ فرد الرسول صلى الله عليه وآله قائلا: يقع جبل سبلان في مركز أذربيجان، وهو جبل مقدس، جبل يسمى سبلان، فيه قبر نبي من أنبيائنا وعين من عيون الجنة. وهذا الجبل المقدس والجميل جدا والذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله على لسانه مليء بالخير والبركة وذات طبيعة خلابة، وهو ثاني جبل من حيث الارتفاع في إيران، ويقع في مركز أذربيجان، وهو مركز العديد من ينابيع المياه الساخنة والباردة. كما أن فوهة البركان في قمة الجبل تحتوي على بحيرة فائقة الجمال تؤمن مياه الينابيع الموجودة على أطراف جبل سبلان، حيث تعتمد على هذه المياه وتلك الينابيع مدن كتبريز وأردبيل وأهر ومشكين وسراب، إضافة إلى المنظر الجميل من فوق الجبل على مدينة أردبيل. يستقبل جبل سبلان سنوياً أعداداً كبيرة من محبي رياضة تسلق الجبال من داخل إيران وخارجها أيضاً، حينما تقع عينا الإنسان على السفوح الخضراء لجبل سبلان ويشاهد الورود والأزهار التي تنمو تلقائياً في المنطقة، يتذكر على الفور قدرة الخالق عز وجل الذي رسم لوحة دقيقة وجميلة في هذا المكان. وحتى الأعزاء من متسلقي الجبال حينما يتسلقون أعلى جبل سبلان يعترفون أن هذا الصعود لم يكن صعودا للجبل فقط، بل استمتاعا لمشاهدة كل هذا الجمال وهم في طريقهم إلى أعلى الجبل. وهناك في القمة توجد بحيرة فريدة من نوعها. ومن تلك الأحالي تبهرنا مناظر الطبيعة والقرى المتناثرة. طعمه رائع. محافظة أردبيل بفضل طبيعتها الجبلية غنية بالشلالات وينابيع المياه المعدنية، ومن تلك الشلالات شلال كوركور الذي يقع على سفح جبل سبلان ويمثل أحد أجمل المناظر الطبيعية في أردبيل. يبلغ ارتفاع الشلال 12 مترا ومساحة البركة المحيطة بها تبلغ 200 مترا، ويوجد بالقرب منه عدد من ينابيع المياه المعدنية الساخنة، ويمثل مصيفا فريدا في المنطقة ومكانا مثاليا للتسلية. جمال محافظة أردبيل ليست له نهاية كما تشاهدون. نحن الآن في بلدة النير الفاتنة
في عيونها الفياضة. إنها بحق جنة دهشنا لجمالها، تقع على بعد 35 كيلومترا من استراد أردبيل تبريز، بلدة مختبئة في أحضان سبلان، والأنهار والينابيع تتفجر في كل مكان. وجود ينابيع بولغلار الفوارة والأنهار الخزيرة شجع على إنشاء مزارع تربية الأسماك في المنطقة في بيئات شبه طبيعية، فمثل هذه الطريقة تكون المثالية لتربية الأسماك، إذ إن الماء الجاري يشكل بيئة طبيعية تقريبا للأسماك. فضلا عن ذلك، تتغلغل مياه هذه الينابيع والعيون بين مزارع البلدة وبساتينها، فتروي الأشجار التي تلقي بظلالها في كل مكان، وتعطي البلدة خضرة دائمة. جالون جورون، تعالوا شاهدوها. نأخذ قسطا من الراحة ثم نغادر. نغادر هذه المنطقة الجميلة حاملين معنا ذكريات جميلة منها، وأخيرا نتجه نحو بحيرة جبلية اسمها نيور. بعد حوالي ساعة نصل لهذه البحيرة الزرقاء القابعة وسط واد زهري جميل، حيث تلتقي الألوان الزاهية. هذه البحيرة التي نقف بالقرب منها تتجمد لمدة 6 أشهر في السنة، حيث يبلغ سمك الجليد حوالي 80 سنتيمترا، ويقوم الهواة بممارسة التزلج على البحيرة المتجمدة. الآن أيضا في هذه الفترة من السنة بإمكان من يرغب أن يمارس التزلج على المياه، إضافة إلى التزلج على الأعشاب الموجودة في المنطقة. هذا التنوع في البيئة ووجود هذا الهواء العليل والمناخ الممتاز يساعد في هدوء الأعصاب. وقد أقمنا هذا اليوم مهرجانا لتشجيع الناس على الحضور وصيد الأسماك وركوب القوارب واصطحاب عائلاتهم في هذه الأجواء الهادئة. أنا شخصيا اقترحت إنشاء مركز لأبحاث البيئة، وذلك بسبب وجود الاستعدادات في جامعات المنطقة العلمية، ولكي يتعرف الناس على آيات الله في الخلق وما أبدعته يد الخالق في الطبيعة الخلاقة. منذ 10 أعوام ونحن نواظب على الحضور إلى بحيرة نيور من أجل صيد الأسماك، وخاصة سمكة الترويت المعروفة في كل إيران، وذلك بسبب ما تتناوله هذه السمكة، إضافة إلى برودة الماء في هذه البحيرة والمياه التي تخرج من الينابيع متجهة إلى البحيرة، ولهذا فإن الأسماك تنمو بسرعة، كما أن لحمها يتميز بلونه الوردي. منذ 10 أعوام ونحن نأتي إلى هنا، وقد تمكنت من صيد أكثر الأسماك في هذا العام، حوالي 150 سمكة من نوع ترويت. أما أكبر سمكة وزنا فقد تمكن من اصطيادها قبل 2 عامين، وقد بلغ وزنها 3 كيلوغرامات، وهناك صورة لها عند مدخل بحيرة نيور. كما تلاحظون فإن شبابنا الأعزاء منشغلون في صيد الأسماك هذا اليوم، ونحن نتجه بهدوء إلى مرحلة تحسين هذه البحيرة. فهناك دراسات في هذا الخصوص، سواء من ناحية تشجير المنطقة أو إقامة أماكن السكن وتجهيزها في المنطقة، إضافة إلى آخر الإمكانيات الثقافية والسكنية للمسافرين والسياح. كما أنه من خططنا المستقبلية إقامة مكان للتزلج على العشب إلى جانب التزلج على الثلوج والتزلج على الجليد في البحيرة التي تتجمد لمدة 7 أشهر في السنة،
حيث يبلغ سمك الجليد حوالي 80 سنتيمترا وفي بعض الأحيان مترا واحدا، ويمكن للجميع خاصة الرياضيين ومحبي الطبيعة أن يجتمعوا هنا ويضيفوا هذه التجربة من محافظة أردبيل إلى تجاربهم الأخرى. بهذه اللقطات نختم جولتنا هذه في مدينة أردبيل الساحرة، آملين أن تكون الجولة هذه قد نالت استحسانكم، ولا تتأخروا بإرسال مشاركاتكم ومساهماتكم على البريد الإلكتروني الذي يظهر على شاشتكم. حتى جولة أخرى في ربوع إيران اليوم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم بألف خير.